الحكومة تدرس الطعن على حكم بطلان اتفاقية طيران وصنافير. إقرار قانون الخدمة المدنية بعد توافق الحكومة والبرلمان على بنوده. ونتابع في هذه النشرة أيضا: في أعقاب هجوم الركبان، الأردن يغلق حدوده الشمالية والشرقية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى نشرة الأخبار من النهار اليوم. قال المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب إن الحكومة تحترم الأحكام القضائية انطلاقا من مبدأ سيادة القانون الذي هو أساس الحكم في الدولة. وأشار المستشار العجاتي في تصريحات عاقب قرار محكمة القضاء الإداري اليوم ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، أشار إلى أن الحكومة تعكف على دراسة أسباب الحكم لاتخاذ الإجراءات القانونية بالطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة لطلب وقف تنفيذه وإلغائه. وقضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري اليوم ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية، بعد دعوى اختصمت كلا من رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي الوزراء والنواب، وجاء فيها أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية وإعلان الحكومة تبعية الجزيرتين للسعودية هو إجراء باطل لمخالفته اتفاقية تقسيم الحدود المبرمة عام 1906. قال وزير الطيران المدني شريف فتحي إن لجنة التحقيق الفني في حادثة طائرة مصر للطيران التي تحطمت قبل نحو شهر ستحسم خلال الساعات المقبلة حالة وحدتي ذاكرة الصندوقين الأسودين ومدى احتياج الصندوقين للسفر إلى الخارج. وأشار الوزير إلى أنه في حال احتياج الصندوقين الأسودين للسفر سيكون تحت رعاية وإشراف مصري ولمدة 24 ساعة، وأكد أن مصر تتعامل بشفافية تامة في حادث الطائرة. في جلسة عاصفة بلجنة القوى العاملة انتهت معركة البرلمان والحكومة حول قانون الخدمة المدنية بعد التوافق بنسبة 100% على مواد مشروع القانون وحل الخلاف حول مادتي العلاوة الدورية والتسوية. وأعلنت الحكومة موافقتها على زيادة العلاوة الدورية من 5% إلى 7% كما ورد بمشروعها في المادة رقم 37 إلى 7% من الأجر الوظيفي. وتوافق الطرفان على مادة التسوية تطبيقها لمدة 3 سنوات فقط. استقبل رئيس عبد الفتاح السيسي اليوم كلا من رئيس البنك المركزي الألماني ومستشار الأمن القومي الألماني. وخلال اللقاء استعرض الرئيس مع رئيس البنك المركزي الألماني تطورات الأوضاع الاقتصادية في مصر وما تم اتخاذه من إجراءات إدارية وتشريعية لتحفيز الاستثمار. كما استعرض الرئيس مع مستشار الأمن القومي الألماني أهم التحديات التي تواجه تحقيق الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب بالمنطقة. بحث وزير الخارجية سامح شكري مع المبعوث الرئاسي الأمريكي لمكافحة داعش بريت ماكرجيك الجهود الدولية المبذولة لمكافحة الإرهاب ومكافحة تنظيم داعش الإرهابي. وعرض شكري الرؤية المصرية في مكافحة داعش ووضع الاستراتيجية الجديدة لمكافحة التنظيم خلال الفترة المقبلة بالتنسيق بين الجانب المصري والأمريكي. أعلنت الخارجية المصرية دعمها الكامل للإجراءات التي اتخذتها البحرين مؤخرا في مواجهة تنظيمات تعمل على زعزعة الاستقرار الداخلي والسلم الاجتماعي. ونددت الخارجية بمحاولة بعض التنظيمات التي تتلقى دعما خارجيا انتهاك الدستور ومؤسسات الدولة البحرينية وتأجيج الطائفية السياسية في مواجهة المواطنة. قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية إنه سيتم إغلاق المناطق الحدودية الشمالية والشرقية للمملكة واعتبارها مناطق عسكرية مغلقة، وذلك في أعقاب الهجوم الذي وقع صباحا بمخيم للاجئين السوريين بمنطقة الركبان قرب الحدود مع سوريا وأسفر عن مقتل 6 من عناصر الأمن.
نتحدث عن عمل إجرامي جبان، نتحدث عن إجراءات سيادية سوف تتخذها الدولة الأردنية بوجه هذه الهجمات الإرهابية، والتي سوف يكون أولها إغلاق المنطقة الحدودية التي جرى بها الحادث هذا الصباح، وبالتالي هذه المنطقة سوف تغلق بالكامل أمام الأفراد وأمام السيارات والنقليات والآليات، وسوف يتم إعلانها منطقة عسكرية مغلقة. أيضا سوف يكون هنالك توقف عن إنشاء أي مخيمات لاجئين جديدة أو التوسع بالمخيمات القائمة حاليا. وقعت وزيرة التعاون الدولي سحر نصر ووزير الصناعة والتجارة طارق قابيل والسفير الكندي في القاهرة تروي لولا شينك اتفاق منحة مقدمة من هيئة التعاون الكندية بقيمة 10 ملايين دولار كندي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الصعيد. النهارده قمنا بتوقيع اتفاقيه مع الجانب الكندي بتركز على تنميه المهارات وتدريب الشباب عشان فرص العمل. دي الوزاره المختصه في تنفيذها هي وزاره التجاره والصناعه، واحنا كتعاون دولي حريصين ان احنا بنتواصل مع جميع الوزارات نشوف ايه الاولويات بتاعتهم وايه المجالات اللي هم محتاجين مثلا مساعدات دوليه او تمويل، وبنتحرك سريعا بنشوف ايه الجهه اللي هي عندها خبره اكبر وبنتحرك معاها. والحمد لله قمنا بتوقيع الاتفاقيه دي منحه باجمالي 10 مليون دولار، وهي من اجمالي محفظه 50 مليون دولار من الجانب الكندي كنا اتفقنا عليها في زياره مونتريال الاسبوع اللي فات. الاتفاقيه دي بخصوص تدريب اكثر من 6000 شخص في الصعيد، دي حاجه مهمه جدا. الصعيد عندنا نقص في المهارات والتدريب، احنا بنحاول نبني انفراستراكشر، بنحاول نبني الصناعه، لكن لازم نكملها بتدريب. فوزاره التجاره والصناعه تاخد هذه المنحه نستعملها من خلال الاليات او من خلال القطاعات اللي عندنا الخاصه بالتدريب، بحيث نقدر نجهز الناس الشباب يبقوا جاهزين للصناعات اللي احنا بنشتغل فيها في الصعيد. أطلقت هيئة الرقابة الإدارية اليوم حملة على محطات تنقية المياه في عدة مناطق بالجمهورية. المقدم أحمد سمير عضو هيئة الرقابة الإدارية كانت له هذه التصريحات للنهار اليوم. تم شن حملة مكبرة للمرور على محطات مياه الشرب على مستوى الجمهورية بالكامل، واحنا دلوقتي هنا في محطة مياه الجيزة في محافظة الجيزة، مرينا على محطة المية وشفنا مآخذ المية من نهر النيل، وبعد كده بتخش على المروقات، في هنا 6 مروقات في المحطة، وبعد كده بتخش على المرشحات، تمام، وهي في المرحلة ما بين المأخذ وما بين المروة بتاخد فيها نسبة من الكلور ونسبة من الشابة بحيث تنقي الميه، وبعد كده بتوصل خالص في المروقات فيها مجموعه من الفلاتر، والفلاتر ديت عباره عن زلط ورمل عشان الميه توصل للطرود تكون صالحه للاستهلاك الادمي ومناسبه للمواطنين. اعتمد وزير التربيه والتعليم والتعليم الفني نتيجه تقدير العينه العشوائيه لاوراق اجابه امتحان ماده الكيمياء لطلاب الثانويه العامه نظام حديث بنسبه نجاح وصلت الى 82.3%، كما حصل 758 طالبا وطالبه على الدرجات النهائيه.
وفي أسوان تباينت ردود أفعال طلاب الثانوية العامة بقسميها في امتحانات الاستاتيكا شعبة علم رياضة والأحياء علم علوم والجغرافيا الشعبة الأدبية. الجغرافيا النهاردة كان سهل خالص، الوقت كان مناسب، ما فيش أي تريكات ولا حاجة، الامتحان يتحل في ساعة ونص تقريبا. والله امتحان الأحياء يعني في مستوى الطالب المتوسط، يعني هو لا صعب ولا سهل، بس في أغلب الناس عكوا، يعني في ناس طالعة متضايقة منه، واللي ما حلش واللي بيسأل على الدور الثاني هيكون صعب زيه ولا سهل. هو الاستاتيكا حلو بس الأرقام، هو الأرقام فيه صعبة بتاعت الاختيارات، بس يعني كويس الحمد لله، يعني ساعتين كفوا وكده يعني. بحث الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط مع أعضاء شعبة الأثاث في الغرفة التجارية بالمحافظة آليات تطوير صناعة الأثاث. خلال الاجتماع أكد المحافظ أهمية تضافر كافة الجهود لإنعاش صناعة الأثاث بالمحافظة، لافتا إلى الجهود التي بذلت منذ اليوم الأول للنهوض بهذه الصناعة الحيوية، حيث سارت جهود المحافظ في عدة محاور متوازية، منها تسويق الأثاث الدمياطي في محافظات الصعيد، والتسويق في أرض المعارض بالقاهرة، والتسويق لفرش 11,000 وحدة سكنية بحي الأسمرات. أزمة حادة يشهدها مركز أبو قرقاس بمحافظة المنيا، حيث تعاني الأراضي الزراعية من نقص في مياه الري وحصار القمامة لها من كل جانب، ما أثار حالة من الغضب والاحتقان بين المزارعين خوفا من بوار أراضيهم وتلف محاصيلهم. الأرض عطشة وعلى مشارف البوار، هذا هو حال أراضي حوض سعيد بمركز أبو قرقاس بالمنيا. ألف فدان من أخصب وأجود الأراضي الزراعية يهددها نقص المياه، ناهيك عن القمامة التي تحاصرها من كل حدب وصوب. مية بين ما بينها 250 متر من ترعة الإبراهيمية، وعندنا مصرف ملغي فدان ملك الحكومة، ملك الدولة، فدان ملك الحكومة، ملك الدولة، عاوزين نعدي فيه المية علشان تغذي الأرض دي. الترع على وشك الجفاف، والزرع يصارع الموت، والمزارعون تذرف قلوبهم دما على أراض حولها العطش إلى أرض جدباء، يصرخون ويحتجون أمام أبواب المسؤولين ليكتبوا فصلا جديدا في تاريخ معاناة الفلاح منذ قديم الأزل. الدنين اللي جاي للراجل الغني دقيق له ماسوره توازع مسك منها، والفقير راح خلاص انتهى زرعته بارد وعياله جاعد، وما ينفعش كده. ونناشد المسؤولين بان يقوموا لنا المغذي دوا بيننا ما بينه 250 متر ما فيش حاجه ويغذينا المنطقه. اهمال طال واستطال، فلا تطهير للمجاري المائيه ولا مساقيه اضافيه من الترع. مزروعه فوق الصويا دي لها 50 يوم ما شربتش، والشامي والأرض أغلب ثلاثة أرباعها ما تخضرش من قلة الماي. مزارعون خط شيب رؤوسهم، وحفر الزمن تجاعيده على وجوههم وعلى تلك الحال أيضا أراضيهم التي كانت خضراء يانعة فأضحت بوارا. استقبل المتحف المصري بالتحرير غطائي التابوتين اللذين تمت استعادتهما الأسبوع الماضي من إسرائيل وإيداعهما بمخازن المتحف، لحين البدء في إجراء أعمال الصيانة والترميم اللازمة لهما تمهيدا لعرضهما. وحول هذا الحدث أجرت كاميرا النهار اليوم هذا اللقاء. دول مجموعة أثار مصر بتشتغل عليها في دول عديدة في العالم لاسترداد الآثار المنهوبة واللي خرجت بطريقة غير شرعية. ترجع أهمية الغطائين أو الآثارين اللي رجعوا النهاردة إن ده أول استرداد لآثار من إسرائيل من أكتر من حوالي 20 سنة. تم رصد القطعتين دول سنة 2012، وتم إبلاغ السلطات المصرية عن طريق الانتربول، وتم التعامل على الملف على مدار السنوات الفاتت بنسيق ما بين وزارة الآثار ووزارة الخارجية. 15 عاما مرت على رحيل السندريلا، تاركة وراءها تاريخا حافلا بالأغاني والأفلام والمسلسلات التي لا نزال نتذكرها حتى الآن. أنا أخت القمر بين العباد حسن اشتهر،
جاورت القمر لكنها طغت عليه بجمالها. السندريلا ساكنة القلوب بشقاوة ضحكتها التي طلت بها على الجمهور لأول مرة في فيلم حسن ونعيمة، وهي لا تزال ابنة 17 عاما. حسن، حسن. مين؟ بس عاوزك تكلمي. ظهرت سعاد ليست كوجه جديد بل كموهبة صاعدة ببراعة أدائها وتلقائيتها، فتهافت عليها المخرجون والمنتجون وقدمت 83 فيلما تراها مرة ضحكة وما أكثر. فمن ينسى الساحرة الصغيرة وإشاعة حب وزوزو يا واد يا تقيل. وتارة تجد نفسك أمام ممثلة عبقرية تبدع أدوارا مركبة في غروب وشروق والكرنك والقاهرة 30. أخذنا الوزارة قسم بيه بقى وزير. حلو 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 بينا يا قرايب الوزير. لم تبدع في التمثيل فقط بل في الغناء أيضا. عايز افتح عيني واغمض قلقه سني بقى 20. علشان ايه؟ علشان اعجب شاب يكون 35. زوزو كما كان يسميها محبها لم تنحصر موهبتها على شاشة السينما فقط، فابدعت 8 مسلسلات اذاعية وهو وهي. دي حكاية جديدة يوماتي من حكايات وحكايات ملهاش دعوة اطلاقا بالماضي أو بالآتي. وفي عام 1991 قررت السندريلا أن تنهي مسيرتها الفنية مع أحمد زكي في الراعي والنساء وتسافر إلى لندن بعدما أجهدها المرض. تزوجت سعاد 5 مرات من الوسط الفني ولم تنجب من أحدهم، لكن سيظل الجميع يتذكر السندريلا بتاريخها الفني الحافل الذي حصدت به أكثر من مرة جائزة أفضل ممثلة ولن تتكرر. شيرين مجدي، النهار اليوم. تطل وزارة الثقافة على المصريين كل عام بوجه جميل يتزين بعدد من الفعاليات التي يلتف حولها جمهور متعطش لكل فن جيد. تتنوع وتتردد لها جمهور متعطش لكل فن جيد. تتنوع وتتردد هذه الفعاليات في مواقع ثقافية مختلفة طوال أيام شهر رمضان الكريم. وجه آخر من الوجوه الطيبة لشهر رمضان الكريم تحرص وزارة الثقافة المصرية على تقديمه كل عام من خلال مجموعة متنوعة من الفعاليات المتميزة في عدد كبير من المواقع الثقافية في محافظات وأقاليم مصر. احتفالات السنة دي في حوالي 480 قرية من قرى مصر، يعني بنخرج من المدن إلى القرى. وإن ده مش بس على مستوى الثقافة الجماهيرية، الهيئة العامة للكتاب عندها معرض فيصل اللي بتشارك فيه معظم دور النشر المصرية والعربية، دار الأوبرا المصرية عندها احتفالات، عندنا صندوق التنمية الثقافية بيعمل حفلات في شارع المعز لدين الله وفي عدد من بيوت القاهرة الأثرية. تأخذ الفعاليات أشكالا متنوعة تصحبك فيها شخصيات افتراضية من الشارع المصري لتعرفك بفنون وثقافات وتراث مصر بتنوعه وتفرده في جولة واحدة. أنا بعمل شخصية فتحية، ست مصرية من الطبقة الكادحة، فدايما جوزها مشغول عنها وعايزة تخرج وتتفسح، فجت ليالي رمضان معاه. عطية إنسان مصري بسيط دايما مشغول في أكل عيشه وأكل البيت، مراته عايزة تتفسح وتفسح العيال، عارف إن في ليالي رمضان الثقافية في جنة الفسطاط، قال ياخد الولاد يفسحهم ويهيص عليهم ويفرجهم على كل فنون الثقافة على مستوى ربوع مصر. فنون شعبية وتلقائية وموسيقى عربية وسينما ومسرح للطفل وملتقى للأدباء والشعراء وحرف يدوية وإنشاد ديني وغيرها من الفعاليات التي تظل تضيء المواقع الثقافية حتى نهاية الشهر الكريم.
برحب بيكم وبقول لكم منورين الدنيا، مصر الصغرى، مصر الجميله بكل تنوعها الثقافي، كل الوان الثقافه المصريه. هتتفرج يا احمد معانا السنه دي وانت فنان جميل، وشايف الحاله الجميله اللي عاملينها ما بين ادباء ومثقفين في المقهى الثقافي موجودين، فرق الفنون الشعبيه اللي بتقدم من كل انحاء مصر، من بورسعيد واسماعيليه، وجايين من اسكندريه، وجايين من اماكن كتيره جدا من صعيد مصر. يعني مش هنتكلم كتير، لكن ممكن تسمعنا حاجه من فن شلاتين؟ طبعا هنشرب القهوه الجميله، لكن تسمعنا حاجه واحنا بنشرب القهوه. والضحاوية في دول الضحاوية سوي جبن يا بنيا. ذهب لونه والقلاي ذهب لونه، وذهب لونه والقلاي ذهب لونه. جبنا يا بنيا سوي جبنا. يعني بالفعل على هذه الموسيقى الطيبة وعلى بمذاق هذه الجبنة، يعني لن نتحدث كثيرا، فقط نستطيع أن نقول أنه يمكنك أن تحتضن مصر في هذا المكان، في الحديقة الثقافية التي تقيمها الهيئة العامة لقصور الثقافة كل عام في شهر رمضان الكريم. كل عام وأنتم بخير. وصلنا بحضرتكم إلى نهاية نشرة الأخبار، وإليكم أهم ما جاء فيها. الحكومة تدرس الطعن على حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير. إقرار قانون الخدمة المدنية بعد توافق الحكومة والبرلمان على بنوده. وفي أعقاب هجوم الركبان الأردن يغلق حدوده الشمالية والشرقية. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.